عم استرحان العربي عام تيتش اوف انجلش من الفدرال سكول. النهارده ان شاء الله هنحاول نشرح يونت 14 الوحده 14. طبعا هي معروف يونت 14 ان احنا بنتكلم في ذا بريزنت بيرفكت باسيف او المبني المجهول، صيغه المبني المجهول في زمن المضارع التام. طبعا قبل ما ادخل في الباسيف لازم الاول اعرف الزمن تكوينه العادي في الاكتف في شكل المعلومه عباره عن، عشان كده عملنا العنوان بتاعنا The Present Perfect Active. طبعا الأكتف اللي هو التكوين العادي بتاع الزمن، تكوين الشكل في المعلومة. لازم أعرف إن الزمن نفسه تكوينه عبارة عن Have أو Has plus the past participle أو التصريف التالت. طبعا معروف إن Have البرناونز اللي بيجي معاها، الضمائر اللي بتيجي معاها الـ I, You, We, They بياخدوا Have، أما الـ He والShe والات بياخدوا هاز، سواء هاف او هاز طبعا بعدها بيجي البلاس الباس بارتيسيبل او التصريف الثالث. هنقول شكل صغير هنا، احمد على سبيل المثال كمثال صغير بيعتبر هي، لسه متفقين حالا ان هي بتاخد هاز، عشان كده بعد احمد لقينا هاز، واتفقنا ان هاف او هاز بيجي بعدها التصريف الثالث الباس بارتيسيبل، عشان كده حطينا سنت التصريف الثالث من سن. احمد has sent the letter معناها ان انا عملت الجمله في صيغه او في زمن المضارع التالي. طيب هل عندي كيوردز للزمن؟ كلنا عارفينها من الاول ودرسناها في ثانيه اعدادي. الكيوردز او الكلمات الداله زي already, just, never, ever, since, for، دي الكلمات اللي بتدل عليها. طبعا انا الفوكس بتاعي او التركيز بتاعي مش على الزمن الاساسي الاكتف بتاعي، لا انا على صيغه الباسيف او صيغه المبني للمجهول. لازم اعرف طبعا التكوين بتاعي في ايه عشان لما اجي احول الجمله من الاكتف المعلوم الى الباسيف المجهول عندي خطوات او تركيبه معينه لازم امشي عليها. بنبدا طبعا بالاوبجكت بالمفعول بتاعي اللي في الجمله، بعدها حسب المفعول هل هو مفرد او جمع، هل هو انهي ضمير بالظبط عشان اشوف هياخد هاف ولا هاز، ثم بين، ثم الباست بارتيسيبل التصريف الثالث من الفعل اللي عندي، وفي النهايه بحط باي في السبجكت الفاعل. وطبعا في صيغه المجهول انت من حقك تحط باي والفاعل ومن حقك ما تحطش باي والفاعل، والافضل لانها جمله مجهوله ان انا ما بحطش باي والفاعل. طبعا لو انا هنفي هعمل نيجاتيف، الهاف هتبقى هاف نوت او هافنت، والهاز هتبقى هاز نوت او هازنت. طب انا عايز اطبق ده على شكل الاسئله اللي بتجيلي في ثالثه اعدادي. انا عندي طبعا سؤال ري رايت. ادي مثال صغير لما نيجي نبص عليه هنلاقي احمد has won the first prize، وهنا طبعا ما بين القوسين عامل لي حرف التي بتاع the first prize capital عشان يعرفني ان انا عايز ابدا بده. طب ليه اختار دي بالذات؟ اول حاجه باخد بالي ان انا لما باجي اقسم الجمله احمد ده السبجكت او الفاعل، بعدها بلاقي has won ده الفيرب بتاعي او الفاعل اللي موجود عندي في صيغه طبعا زمن المضارع التام، ثم the first prize ده يعتبر الاوبجكت اللي موجود عندي او المفعول. طيب دي كده جمله معلومه، طبعا بدات بفاعل وفعل ومفعول اصبحت جمله اكتف معلومه. عايز احولها للمجهول يبقى همشي على الصيغه بتاعت المجهول، ببدا الاول بالاوبجكت. طبعا الاوبجكت اللي موجود هنا في المثال ده the first prize، عشان كده هو قال لي ابدا the first prize. طب انا هبدا زي ما قال لي ادي the first prize المفعول بتاعي. طيب بعدها على حسب المفعول بقى ابتدي انت تحط have او has. طبعا the first prize، prize اللي هي جايزه واحده، الجايزه الاولى، يبقى مفرد، المفرد ده بيعتبر it يعني بياخد has. الخطوه اللي بعدها been، الخطوه اللي بعدها الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث من الفعل اللي عندي وهو اوريدي بيكون جاهز won. طبعا انا من حقي اقول في الاخر باي احمد، ومن حقي ما اقولش، يعني انا ليا الاختيار، لكن طبعا دايما بنقول في صيغه الباسيف الافضل بما ان الجمله مجهوله ما بحطش باي الفعل. طب ناخد مثال ثاني، ندى ده الفاعل بتاعي، has learned، هنلاحظ ان ده الفيرب او الفعل بتاعي، بعد كده all the rules، هو خد اول وجمع بين القوسين خلى حرف الاي كابيتال، يبقى بيقول لي عايز ابدا بيها. ليه عايز تبدا بيها؟ يعني ده فاعل، ده فعل، ده اوبجكت مفعول
هيبدأ بالمفعول يبقى على طول بيقول لك حول الصيغة للمعلوم لمجهول، يبقى أمشي على نفس الخطوات بتاعتي. هو قال ابدأ بالأوبجكت للمفعول، هبدأ بالمفعول بتاعي all the rooms. بعدها على طول بيقول لك ابتدي حط have أو has على أساس الأوبجكت بتاعك هو مين بالظبط. طبعا هنا room جمع، بما إنه جمع فهاخد have. طيب بعد الهاب قال لي روح حط بين. طيب بعد البين قال لي الباست بارتيسيبل، التصريف الثالث من الفعل اللي عندي اللي هو كلينيد. في النهايه اقدر احط باي نادا، باي والفاعل ومن حقك ما تحطهاش، بس عيني شويه الافضل في صيغه الباسف المجهول لانها جمله مجهوله ما اعرفش الفاعل، فالافضل ان انا ما احطش باي والفاعل. بتاعنا بتاع البريزنت بيرفكت في صيغه باسل او صيغه المبني المجهول، احنا خدنا على شكل الري رايت، نبتدي ناخد الشكل الثاني اللي ممكن يجي اللي هو شكل تشوز كوريكت انسر او اختار الاجابه الصحيحه. طبعا لو بصيت شكل تشوز كوريكت انسر الطبيعي ان انت لازم الاول تقرا الجمله كويس عشان تبتدي تحدد هل بدايه الجمله سبجكت بفاعل ولا بأوبجكت بمفعول. اذا كانت بفاعل اذا انا بتكلم في صيغه المعنى، اما اذا كانت بدأ بأوبجكت بفعل يبقى انا بتكلم في صيغه المثل المجهول. طبعا هنا البدايه هو بادئ بماي وباي، واضح جدا انها صيغه مبني للمجهول لانه بادئ بالأوبجكت بالمفعول. بعد ما بدأ بالمفعول جايب لي هاز ثم بين، الصفه بتاعتي احنا لسه قايلين هاف او هاز وبين والباست بارتيسيبل. انا لقيت هاز ولقيت بين يبقى يتبقى عندي هنا الباست بارتيسيبل او التصريف الثاني. طبعا لما اجي الاقي فاكس 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 يعني فاكسز، طبعا انا هاخد فاكس اللي هو التصريف الثاني. يجي لي شكل ثاني على ظرف فريز. طبعا لو انت بصيت البدايه كده خلاص ده اوبشن، ما يعني يعتبر مفعول مش فاعل، يبقى انا ماشي برضه على صيغه المبني المجهول. ياتي بعدها حسب التكوين اللي عندي زي ما اتفقنا بعد الاوبجكت المفعول المفروض بيجي يا اما هاف يا اما هاز ثم بين، يبقى انا هبحث تحت على هاف او هاز وبين. طبعا بما ان ده جمع تريز يبقى في الحاله دي هدور على هاف والتكمله بتاعتها بين. لو جينا بصينا عندي هاف بلانتد، عندي بلانتد، عندي هاف بين بلانتد، عندي هاف بلانتد. الصيغه اللي بتكمل معايا التكوين بتاعي ادي الهاف ادي بين ادي الباس بارتيسيبل التصريف الثالث، يبقى هو ده الجزء المتبقي لانه بدا بالاصل المفعول ثم هاف او هاز وبين والتصريف الثالث. عندي الشكل بتاع الكويشن السؤال. وانا طبعا عارف ان عندي نوعين من الاسئله. النوع الاولاني اللي بيبدا بالكويشن مارك كلمه الاستفهام او اداه الاستفهام، ياتي بعدها هاف او هاز ثم الاوبجكت ثم بين ثم الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. حضرتك لازم تحفظ الصيغه دي، التركيب ده، التكوين ده، علشان لما اجي احل السؤال زي ما هحل اللي بعده. هنا بالي وات هاف ذي كول ذا نيو باي. طبعا ما بين قوسين حاطط بين، بين خلاص دي اشاره ان انا هحول السؤال من معلوم لمجهول. الطبيعي جدا ان انا ببتدي احدد الاول. يعني ادي الكويشن مارك بتاعتي اداني هاف، بيهمني ان ازاي اعرف ان دي السبجكت الفاعل، ثم كولد ده المفروض الفيرب بتاعي الفاعل، ثم ذا نيو بيبي طبعا ده هو الاوبجكت او المفعول. لما هاجي احول لصيغه المجهول يبقى لازم امشي على التكوين العام. هبدا بالكويشن مارك يبقى انا هبدا بواحد. ياتي بعدها هاف او هاز، بس انا بختار على اساس ايه؟ على اساس الاوبجكت اللي هيجي بعده. هو مين الاوبجكت بتاعي؟ ذا نيو داي. طبعا هنا ده مفرد يبقى في الحاله دي هياخد هاز. طيب بعد ما بحط هاف او هاز قال الاوبجكت نفسه اللي هو ذا نيو داي. بعدها بدور على باقي التكوين بين والباست بارتيسيبل او بين والتصريف الثالث. في الحالة دي بكمل ادي بين وادي التصريف التالت بتاعي كول، وطبعا قلنا حولنا كده السؤال من صيغة الاكتب المعلوم الى صيغة الاسئلة المجهول. نشوف اللي بعده مثال تاني. ادي وير، ادي الكويستشن مارك ادي الاسهام بتاعتي، بعديها لقيت هاف ثم اليو، اليو اصبح سبجكت بتاعي، واتش ده الفيرب بتاعي، ذا ماتش طبعا ده الاوبجكت او المفعول. طالما حط بين يبقى بيقول لي حول السؤال من صيغه الاكتف المعلوم الى صيغه الباسيف. يبقى انا همشي على التكوين برضه بتاعي. هبدا بالكويشن مارك اداه استفهام ادي وير. ياتي بعدها زي ما اتفقنا اما هاف واما هاز على اساس الاوبجكت. المفعول بتاعي هنا
برضه نفرض يبقى على طول هختار هذا. ياتي بعدها الاوبجكت بتاعي اللي هو ذا ماتش. ثم ياتي بين والباسبورت تسكول التصريف الثالث، ادي بين وادي الباسبورت تسكول واتش التصريف الثالث. اخر حاجه عندي هو الجست الباسبورت. طبعا في الحاله دي ببدا او احفظ برضه التكوين بتاعي، هو يعتبر هو هو تكوين الكويستشن وورد او الكويستشن العادي، لكن طبعا انا بشيل اداه الاستفهام خالص، فببدا هاب او از ثم الاوبجكت ثم بين ثم الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث. ادي مثال هاف يو واشد ذا داشز يت، عايز احط بين. طالما بين دي الاشاره على طول ان انا بحول الباسيف للمجهول. طيب ادي هاف اليو يعتبر السبجكت واشد ذا فيرب بتاعي ثم ذا داشز، ده طبيعي الاوبجكت المفعول اللي عندي. طب انا هبدا احول من معلوم لمجهول، يبقى هبدا بهاب او بهاز برضه على اساس ايه؟ على اساس الاوبجكت اللي عندي. مفرد هيبقى هاز، جمع هيبقى هاز. انا مين الاوبجكت بتاعي؟ ذا داشز، ده جمع يبقى على طول هختار هاف. ياتي بعدها الاوبجكت اللي هو ذا داشز ثم البين والتصريف الثالث، ادي بين وادي الباسبورت تسكول او التصريف الثالث باشت. وتكملة السؤال يس، يبقى انا حولت كده السؤال الاسم الكويستشن اللي بادئ بهاب من صيغه الاكتف المعلوم الى صيغه الباسيف المجهول، وكده نكون نهينا شرح الزمن المضارع التام في شكل الباسيف حسب مجال الوحده ال 14. شكرا، واتمنى تكونوا فهمتوا الوحده.